السلام عليكم طلاب الصف الثاني الثانوي، معاكم مسيو جميل. إن شاء الله النهارده هنكمل مع بعض الدرس الثاني، وهنشوف مع بعض ليليو دو لا فيل. ليليو دو لا فيل معناها الأماكن الموجودة في المدينة أو الأماكن الخاصة بالمدينة. هنبتدي مع بعض نشوف أماكن المدينة، وكمان هنعرف الأنشطة اللي بنعملها في كل مكان أو الحاجات اللي بنعملها في كل مكان، تمام؟ فركز مع بعض. في البداية عندنا الفعل ده اون فا. اون فا معناها نحن نذهب. مكان النقط ديت هنحط اسم المكان اللي هو واحد من دول. وبعدين نكمل هنا ببور. بور معناها من أجل أو لكي أو لي. وبعدين نكمل الجملة، يعني احنا بنروح المكان ده من أجل إيه؟ نكتب النشاط اللي احنا بنعمله في المكان ده، تمام؟ فالمطلوب منك إن أنت تحفظ الأماكن ديت والأنشطة أو الحاجات اللي احنا بنعملها في الأماكن، سواء حفظت دول تمام او لو انت عرفت تكتبهم بدماغك جمل تانية غير دي بس تبقى صح، تمام مفيش مشكلة. وعامة هو الامتحان مفيهوش كتابة، فانت بتعرف بس معاني الكلمات بشكل عام كده، تمام؟ فركز مع بعض. هنا اول حاجة اون فا استاد، نحن نذهب استاد الى الاستاد. ليه؟ بور من اجل فوار ان ماتش، نحن نشوف ماتش او مباراة. طب او سينما، اون فا او سينما، نحن نذهب الى السينما من اجل ايه؟ بور ريغاردي ان فيلم، من اجل مشاهده فيلم. طب اون فا او تياتر، او تياتر اللي هو المسرح. بور فوار ان بيس، ان بيس بمعنى مسرحيه، تمام؟ هنا عندنا فوار بمعنى يشاهد او يرى، عامه بمعنى يرى، يعني هي تشوف من غير قصد، انما ريغاردي ان انت بتشاهد بقصد، تمام؟ يعني مثلا ما تقول على سبيل المثال دي حاجه معلومه، لما تقول مثلا جوفوا علي، انا شفت علي، فانت شفته بالصدفه او قابلته، مش انت مش متوقع ان انت تشوفه. انما لما تقول جوغارد علي، يعني انا تابعت علي او انا شفت علي بمزاجي، تمام؟ مش موضوعنا. المهم بعد كده اون فا او سوبر مارشي، الى السوبر ماركت، بور فير دي كورس. فير دي كورس، ناخد بالنا من كلمه كورس هنا جمع، فير دي كورس معناها نتسوق. طب اون فا او كلوب، النادي، بور فير دي سبور، عشان نعمل رياضه. طب اون فا او كافي، اللي هو المقهى، بور بروندر اون بواسون، بروندر اون بواسون يعني نتناول مشروب. طب اون فا او سيبر كافي، بور جوي ا دي جو فيديو، بور جوي ا دي جو فيديو، اللي احنا نلعب العاب اللي هي الكترونيه او العاب فيديو. ناخد بالنا من حاجه هنا، اه جه بعدها الدي، الدي ده اللي هو اداه نكره، تمام؟ فعشان كده قلنا اه دي، ما اضغموش وبقوا او، لان الا لما بتتضغم وتبقى اللي هي الا اي اكس، لما يجي بعدها لي اللي هي اداه معرفه، انما هنا عشان اداه نكره فما حصلش بينهم ادغام او ان هما ما تحولوش، اتحطوا جنب بعض عادي. وناخد بالنا ان كلمه فيديو ما بتتجمعش لما تبقى صفه، يعني هنا العاب فيديو. كمان عندنا اون فا او ميزي، نذهب الى المتحف، بور فوار دي تابلو اي دي ستاتيو، عشان نشوف اللوحات اي دي ستاتيو والتماثيل. يبقى دي الاماكن الموجوده في المدينه اللي هي استاد، سينما، تياتر، سوبر مارشي، كافيه، كلوب، سوبر كافيه، ميزي. طبعا دي كلها اسماء مذكره. نكمل مع بعض. في اماكن تانيه زي او بارك، اون فا او بارك، نحن نذهب الى المنتزه، بور فير ان بروموناد. بروموناد معناها نزهه، يبقى فير ان بروموناد عشان نتنزه. طب اون فا او زو، حديقه الحيوان، بور فوار دي زانيمو، من اجل مشاهده الانيمو الحيوانات. طب او ريستوران، نذهب الى الريستوران، بور بروندر ان روبا، روبا معنى وجبه، يبقى بنذهب إلى المطعم عشان نتناول وجبة. طب اون فا ا لوبيتال، نذهب إلى المستشفى، بور فوار لو ميدسان، عشان نشوف الدكتور، عشان نستشير الدكتور. طب اون فا ا لوتيل، بروح الفندق، بور ريزيرفي اون شامبر، ريزيرفي بمعنى يحجز، بور زي ما اتفقنا من أجل أو لكي أو لي، يبقى من أجل ريزيرفي حجز اون شامبر غرفة. طب اون فا ا لاريوبور، لاريوبور اللي هو المطار، بور بروندر لافيون، عشان نركب الطياره. طب اون فا ا لا بيبليوتيك،
مكتبة القراءة، المكتبة اللي هي خاصة بالمدرسة أو الجامعة أو كده، اللي إحنا ممكن نستعير منها كتب. من أجل بور لير دي ليفغ، لير يعني نقرأ، دي ليفغ الكتب. إنما أون فا ألا ليبراري، ليبراري اللي هي مكتبة بيع الكتب، يبقى إحنا بنروح مكتبة بيع الكتب بور أشتي دي ليفغ. أشتي بمعنى يشتوي، يبقى نذهب لشراء الكتب. طب أون فا ألا باتيسخي، باتيسخي اللي هو الحلواني أو محل بيع الحلويات. بور اشتي دي ديسير اي دي جاتو، رحله بنذهب من اجل شراء الحلويات والجاتو. تمام. طب عندنا اماكن تانية زي اون فا على بولونجري، بولونجري اللي هو المخبز. بور اشتي دي بان، اشتي دي بان لشراء الخبز. طب اون فا على جار، طبعا جار اللي هي محطة القطار. بور بروندر لي تران، من اجل ان احنا نركب القطار. طب on va à la station، station اللي هي محطة المترو، يبقى pour prendre le métro، من أجل إن إحنا نركب المترو. طب on va à la port، port اللي هو الميناء. pour prendre le bateau، bateau معنى الموكب أو السفينة أو الباخرة، إحنا بنروح الميناء عشان نركب السفينة. طب on va à la poste، poste اللي هو البريد أو مكتب البريد. pour envoyer une lettre، envoyer بمعنى يرسل، إن لتر خطاب، يبقى عشان نرسل خطاب. طب on va à la piscine، piscine اللي هو حمام السباحة. pour nager، nager اللي هو نعوم، نجم السباحة أو العوم. طب on va à la patinoire، patinoire اللي هي سياحة التزلج اللي هي على الجليد. فيبقى pour faire du patin à glace أو pour patiner، إحنا ممكن نقول on va à la patinoire، بروح سياحة التزلج عشان pour faire des patins à glace عشان نتزلج على الجليد، أو pour patiner عشان نتزلج على الجليد، الاثنين بنفس المعنى. pour faire des patins à glace أو pour patiner. في النهاية on va à la pharmacie، احنا بنروح للصيدلية. pour acheter des médicaments، من أجل شراء الأدوية. يبقى دي كده الأماكن الموجودة في المدينة، وكمان الأنشطة أو الحاجات اللي احنا نقدر نعملها في كل مكان. المطلوب زي ما قلت لك تحفظ الأماكن، تحفظها كويس، وكمان الحاجات اللي بنعملها في كل مكان تعرفه وتعرفها، سواء حفظتها من هنا تمام، او كونت جمل من عندك تمام. وفي كل الحالات هتلاقي في وصف الفيديو رابط لمجموعة من الأسئلة، حاول تحلها، ولو عندك أي سؤال اكتبه في التعليقات تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.